السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سنرى درس في مكون تركيب ألا وهو المفعول فيه. الوحدة السابعة مرجع مرشدي في اللغة العربية من تقديم أستاذة سناء. إذن أولا سنبدأ بقراءة الأمثلة. نعم، يستيقظ فلاح صباحا، يصعد فوق أغصان، يجلس تحتها ليستمتع بظلها، يعود الفلاح مساء. نعم، أعد معي قراءة أمثلة. يستيقظ الفلاح صباحا، يصعد فوق الأغصان، يجلس تحتها ليستمتع بظلها، يعود الفلاح مساء. نعم، أحسنت. إذا لاحظ وتأمل معي كلمة صباحا ومساء، على أي شيء تدل كل منهما؟ نعم، أحسنت. تدل كلمة صباحا ومساء على الزمان، نقول بأنها ظرف ماذا؟ ظرف زمان. إذن نكتب هنا ظرف زمان. نعم، كذلك هنا ظرف زمان. بالنسبة لكلمة فوق وتحت على ماذا تدل؟ أحسنت، تدل على ظرف ماذا؟ ظرف مكان. إذا أردنا أن نعرف هل لدينا ظرف مكان أم ظرف زمان، نطرح أو نستعمل أداة استفهام متى أو أين. مثلا هنا ماذا نقول؟ نقول متى يستيقظ الفلاح، أو نقول أين يستيقظ الفلاح. إذن أحسنت، نقول متى يستيقظ الفلاح، ونعرف أن أداة استفهام متى تدل على ماذا؟ تدل على الزمان. وهنا ماذا نقول؟ هل نقول متى يصعد فوق الأغصان، متى يصعد عفوا الأغصان، أو نقول أين يصعد الأغصان. إذن نقول أين، إذن يصعد فوق الأغصان. مفهوم؟ إذن صباحا ومساء، ما الحدث الذي يقع في الصباح والحدث الذي يقع في المساء؟ فكر معي. أحسنت، الحدث الذي يقع صباحا هو أن الفلاح يستيقظ، والحدث الذي يقع مساء وأن يعود الفلاح. أحسنت، وما الحدث الذي يقع فوق؟ الحدث الذي يقع فوق هو يصعد الأغصان. وما الحدث الذي يقع تحت؟ أحسنت، يجلس ليستمتع بظلها. مفهوم؟ إذا لاحظ جيدا معي كلمة صباحا فوق تحت مساء، ما هي حالة إعراب هذه الكلمات؟ جيد جدا، منصوب. إذن قلنا بأن كلمة صباحا ومساء كلمتان تدلان على ماذا؟ على الزمان. وبالنسبة لفوق وتحت تدل على ماذا؟ على المكان. إذن قلنا بأنها عبارة عن أسماء، كيف هي؟ منصوبة. إذن في هذه الحالة هذا الاسم ماذا نسمي؟ الاسم المنصوب الذي يبين زمان حدوث الفعل ومكان حدوث الفعل. نعم، أحسنت، يسمى ماذا؟ مفعول فيه. إذن هذا هو درس اليوم، سنكتب إعرابه. مفعول فيه، كيف هو؟ منصوب. نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا وكذلك هنا. إذن صباحا
ومساء فوق تحت كلمات يعني أسماء إعرابها مفعول فيه منصوب، وهي عبارة عن ماذا؟ ظرف زمان مرة وظرف مكان مرة. إذا هذا هو درس اليوم، لذلك سنستنتج جماعة ما هو المفعول فيه. يلا فكر معي جيدا، ماذا سنقول؟ ما هو المفعول فيه من خلال ما شرحناه؟ جيد جدا، المفعول فيه كما قلنا هو ظرف. كيف هو منصوب؟ إذن هو ظرف منصوب، ظرف منصوب، إذن فهو عبارة عن ظرف منصوب. يأتي، لماذا يأتي؟ قلنا يأتي إما لبيان زمان حدوث الفعل أو مكانه. لاحظوا جيدا في المثال، لدينا يستيقظ الفلاح صباحا، إذا قلنا في سؤال متى يستيقظ الفلاح؟ إجابة كانت صباحا، إذا كلمة صباحا أو هذا الاسم المنصوب جاء ليبين لنا زمان الذي استيقظ فيه الفلاح. أما هنا قلنا يصعد فوق الأغصان، إذا هنا الحدث الذي دل عليه قلنا هو يصعد في الأغصان، إذا على ماذا دل؟ دل على المكان، أنه صعد فوق الأغصان وليس تحتها. إذا المفعول فيه، جيد جدا إجابتك صحيحة، هو ظرف منصوب يأتي لبيان زمان حدوث زمان حدوث الفعل أو مكانه. حسن جدا، إذا أعد معي، ما هو المفعول فيه؟ المفعول فيه هو ظرف منصوب يأتي لبيان زمان حدوث الفعل أو مكانه. إذا أتمنى أن يكون درس اليوم مفيدا لك. إذا سنأخذ نموذج للإعراب لكي نتعرف كيف نعرب جملة تتضمن مفعول فيه. إذا مثال: جلس الفلاح جانب الشجرة. إذا جلس، ماذا سنعربها؟ جيد جدا، فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح. أحسنت، والفلاح ماذا سنعربها؟ أحسنت، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على ماذا؟ على آخره. جيد جدا، الآن جانب، لاحظ جيدا هذا الاسم كيف جاء منصوب. إذا نطرح سؤال، هل نقول متى جلس الفلاح أو نقول أين جلس الفلاح؟ جيد جدا، نقول أين جلس الفلاح. إذا جانب هي عبارة عن ماذا؟ أحسنت، ظرف مكان. كيف هو مفعول فيه؟ كيف هو منصوب؟ أحسنت، إذا ما هي علامة نصبه؟ وعلامة نصبه كما تلاحظ هنا الفتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. لماذا؟ جانب ماذا؟ جانب الشجرة. قلنا جانب الجدران أو جانب السيارة، قلنا جانب ماذا؟ الشجرة. إذن هذا مضاف لأنه اسم نكرة، أضفنا له اسم لكي يصبح معرفة. إذن نقول أن هذا مضاف إليه مجرور. كيف هو مجرور؟ وعلامة جره ماذا؟ مجرور، وعلامة جره شنو هي؟ هي
الكسرة الطاهرة على آخره. جيد جدا. إذن كان هذا هو درس اليوم، تعرفنا على ما هو المفعول فيه، قلنا بأنه عبارة عن ظرف إما زمان وإما مكان ويعرب مفعول فيه. إذن جيد جدا. إذن إذا كنت فهمت الدرس جيدا سنقوم ببعض التطبيقات لكي أعرف هل فعلا فهمت الدرس أم لم تفهم. إذا لاحظ جيدا، لدينا 3 أسئلة. إذا بالنسبة للسؤال الأول، ماذا يقول؟ ميز بين المفعول فيه، هل هو ظرف زمان أم ظرف مكان؟ إذا لدينا بعض الجمل ستحدد بوضع السطر أين هو المفعول فيه، وستكتب هنا هل هو ظرف زمان أم ظرف مكان. السؤال الثاني، ماذا يقول؟ ركب جملا مفيدة يشمل كل منهما على مفعول فيه، يعني بمعنى ظرف زمان مرة ومرة أخرى ظرف ماذا مكان. سؤال أخير، أعرب ما يلي: غرس الفلاح الشتاء إلى يوم الخميس. والجملة الثانية، جلس يونس قدام الحق لي. نعم، إذا هل أنجزت ما طلب منك؟ جيد جدا. إذا الآن سنرى التصحيح لكي تتأكد من إجابتك. إذن وقف الفلاح أمام الشجرة الكبيرة. إذن هنا أين هو المفعول فيه؟ جيد جدا، أمام هو المفعول فيه. هنا أين هو المفعول فيه؟ يستريح الحصاد قرب الحائط. إذا الجواب هو ماذا؟ قرب. يستيقظ الفلاح قبل طلوع الشمس. جيد جدا، قبل. تمتص الأشجار الدخان ماذا؟ ليلا. يفنح الفلاح الأرض عاما بعد عام. إذا الجواب هو عاما. تنظر كلثوم جهة الحقل. إذا الجواب هو جهة. إذا الآن بقي لنا فقط أن نتأكد هل هو ظرف زمان أم ظرف مكان. كما قلت لكم نطرح سؤال متى، هل نقول متى وقف الفلاح أمام الشجرة أو نقول أين وقف الفلاح؟ جيد جدا. إذا نقول أين، وأين تدل على ماذا؟ على المكان. إذا هذا ظرف ماذا؟ ظرف مكان. يستريح الحصاد قرب الحائط. إذا هنا كذلك ظرف ماذا؟ مكان. يستيقظ الفلاح قبل طلوع الشمس. إذا هنا ظرف زمان، دلت على الزمان الذي يستيقظ فيه الفلاح. تمتص الأشجار الدخان ليلا. إذا هنا متى تمتص الأشجار الدخان؟ كذلك ظرف زمان. يفلح الفلاح الأرض عاما بعد عام. إذا تدل على ماذا؟ على ظرف مكان. يفلح الفلاح الأرض عاما بعد عام. إذا تدل على ماذا؟ عفوا، شي مكان وإنما زمان. تنظر كلثوم جهة الحقل. إذا تدل على ماذا؟ ظرف مكان. نقول أين تنظر كلثوم؟ إذا تنظر جهة الحقل. نمر إلى السؤال الثاني. إذا سنقوم بتركيب مثلا جملتين، جملة تدل على ظرف زمان والأخرى تدل على ظرف مكان. مثلا استيقظت قبيل ماذا؟ الفجر. إذا كلمة قبيل هي ظرف ماذا؟ مفعول، ظرف زمان مفعول فيه منصوب. مثال ثاني، مثلا فكروا معي، سنقول مثلا جلست بين الأشجار الجميلة. إذن هنا جملة تتضمن ظرف مكان اللي هو بين، عبارة عن مفعول فيه. أحسنتم. إذن الآن نمر إلى السؤال الثالث، هو الإعراب. غرس فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح. جيد جدا. الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه
الضمة الظاهرة على آخره. الشتائل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يوم تدل على ماذا؟ ظرف زمان. مفعول فيه كيف هو منصوب، وكذلك نقول على نفسه ماذا؟ فتح الظاهرة على، ونقول وهو من، وهو عفوا وهو مضاف. الخميس مضاف إليه مجرور. إذا جلس هنا كذلك فعل ماض مبني على الفتح. يونس كذلك فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. قدامه ظرف ماذا؟ ظرف مكان. كيف هو؟ مفعول فيه منصوب وهو كذلك ماذا؟ مضاف. والحقل مضاف إليه مجرور. إذا كان هذا هو درس اليوم، وهذه هي بعض التطبيقات. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونلتقي إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. وكما أقول دائما، في أمان الله.